قبل ما نختم معك فقط في هذه الجزئية، أنت إذا رجعت للدار تعيش حياتك الطبيعية، كيف يتعاملوا معك الجيران والأصدقاء؟ هل مثلا ينظر إليك بالدونية قال هذا مصاب بكورونا، أم أنك اندمجت في الحياة بشكل طبيعي؟ أنا الحمد لله يعني أنا أتفهم أي واحد يعمل شيء يعني وكأني مصاب ولا، وإن شاء الله يتعاملوا مع كاع الناس كما أنا، مش حتى يشوفني أنا باش يخبي على وجهه، ولا لازم نشوفوا المرء في كل شخص، يعني هذا هو الحجر الصحي، هذه هي الفائدة تاعه، باش اللي مصاب وما على بالوش باللي راه مصاب ما يزيدش يعديني أنا ثاني. أنا بتمني لو لهذوما الاحتياطات ياخذوه مع كاع الناس، وهذا شيء طبيعي انك الانسان يخاف على روحه ويخاف على عائلته، ما لازمش نشوفوها بطريقه سيئه، ولا اذا شافك واحد سالتي يعمل حاجه تاع وقايه انت تغزر فيه كانه اساء ليك، هو ماشي اساء ليك، هو حمايه لنفسه ولعائلته. شكرا لك عادي. سي لونيس بوعزة الشاب المتعافي من فيروس كورونا، شكرا جزيلا لك، نلقاك في فرصه قادمه وصحه وعافيه اكثر سيدي الكريم، شكرا لك.